مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير وافق على سفر المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي إلى مؤتمر ويمبلي عشان يعرض فكرة استاد الأهلي. معنا على الهاتف المهندس محمد سراج. باشمهندس أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور عبد المنعم عمارة ضيفنا الكبير. تحياتي طبعا دكتور عبد المنعم عمارة، يعني طبعا وجهتنا المشرفة دائما يعني، وتحياتي للباشمهندس عدلي الضياعي ودي حضرتك يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا باشمهندس. فهمنا يا باشمهندس محمد، واضح ان الموضوع للاستاد بيتطور وفي يعني داخلين بشكل جاد في الموضوع. فهمنا الزياره دي عباره عن ايه؟ والله يا باشمهندس عدلي، هو الموضوع ده يمكن كان مترتب من شهور فاتت، يعني احنا الدعوه دي جت لنا مؤتمر ويمبلي ده بيتعمل كل سنه في لندن، وطبعا بيكون اكبر منتدى يعني خاص بالاستادات وكل ما يخص بقى تطوير الاستادات والتصميمات الهندسيه للاستادات اللي هو اخر حاجه ما توصلوا ليها يعني. فبيكون ملتقى طبعا متميز جدا ما بين الانديه العالميه الكبيره والشركات المتخصصه في البناء وفي التطوير وفي التمويل. ملتقى هناك كبير لكل الانديه والشركات دي، والانديه اللي بيبقى عندها استادات جديده او عندها رؤيه لتطوير حتى الاستاد بتاعها بتعرض يعني رؤيتها هناك. حصل ده مع برشلونه قبل كده ومع توتنهام ومع روما، شغل يحصل مع النادي الاهلي تمام. على جدول اعمال المؤتمر في ويمبلي يا باشمهندس مشروع استاد الاهلي بالظبط هو موجود، يعني احنا مش موجودين كمدعوين عادي او النادي الاهلي مجرد مدعو عادي، لا هو موجود في جدول الاعمال الخاص بالاستادات اللي هتطرح رؤيتها على الناس المتابعة. يعني انت رايح تعرض فكرتك بالضبط عن ورؤيتك وتستفيد اذا كان في حاجه تقدر تستفيد منها في الرؤى الاخرى. بالظبط، يعني اللي هو بالظبط يا باشمهندس عدلي عباره عن ملتقى زي المنتديات بقى العامه في مختلف المجالات، بس ده بيبقى متخصص في الاستادات، بتشوف كل يعني احدث حاجه توصل اليها العلم في الموضوع ده، كالناحيه التسويقيه، كالناحيه التمويليه، كالناحيه الهندسيه، كل ده بيكون متواجد هناك. واحنا كان هدفنا يعني وراء تلبيه الدعوه دي اللي كانت في شهر ابريل الماضي، احنا بنحط النادي الاهلي دايما في المصاف في الانديه العالميه، ولما نروج لمشروع زي ده احنا مش عايزين نروج له في النطاق المحلي او النطاق الاقليمي، لا احنا عايزين نروج له على النطاق العالمي عشان يبقى يعني على مرأى ومسمع الجميع في دول العالم مش بس في النطاق المحلي او القاري. يعني احنا دلوقتي اقتربنا مثلا ان احنا نعمل كراسه شروط ونطرحها برؤيه محدده ولا بعيد قوي يعني؟ لا هو ان شاء الله مش بعيد، احنا يعني على غرار بقى الدعوه دي طبعا بخلاف يعني الدعوه، كان في لجنه مشكله من مجلس الاداره حوالي شهرين، واللجنه دي طبعا بتضم معايا بتشرف بقامات كبيره زي دكتور سعد شلبي مستشار التصوير النادي وباشمهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي، ومعانا كمان مريان الكستاف في اداره التسويق. اشتغلنا الحمد لله على رؤيه كامله هندسيه وتسويقيه وتمويليه لشكل المشروع ده، يكون في اكتر من مصدر للتمويل، مش هنعتمد على مصدر واحد يعني او على حاجه واحده. فان شاء الله الرؤيه الكامله دي هتعرض في المجلس القادم طبعا زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي وقامتنا يعني اللي بنتعلم منها، ما نقدرش طبعا نفصح عن حاجه زي دي دلوقتي، ما نقدرش نقولها دلوقتي يعني، لازم تعرض الاول في المجلس اللي جاي، وبعد ان شاء الله ما تعرض في المجلس القادم هتبدا انها تطرح بقى بشكل اعلامي اقوى يعني كده. لكن اللي اقدر اطمنكم عليه ان هي رؤيه كامله لكافه جوانب المشروع اللي احنا باذن الله بعد اعتماد المجلس ليها نقدر ان احنا نتحرك وناخد خطوات. حضرتك تحب تستفسر عن حاجه؟ لا اصل انا مش واضحه لي العمليه، لانه مثلا هل هي زي المعارض اللي بتتعمل في معارض الاتصالات؟ انت سامع دكتور عماره؟ معارض الاتصالات بتعرض كل حاجه، معارض السيارات، بحيث ان انت بتروح بتعرض حتى كنادي اهلي، ودخول نادي اهلي كاسم طبعا شيء حلو قوي وكويس جدا، بس انا اتمنى كان ده ما زعلش حد مني حد، يعني موضوع النادي استاد نادي اهلي ده موضوع ملح وفي كلام كتير ويقف، كلام كتير ويقف. انا شخصيا
كان في يوم من الايام قلت الله الجماعه دول بيبنوا استلطين وانا سيمت فيهم على فكره ما كان عامل استاد احسن يعني قلت الكلام ده مش عارف قلت الحسن حمدي ولا حد من الحاجات دي يعني. فهي الفكره انه طبعا فكره جيده ان يبقى في تواجد للنادي الاهلي والاسم يبقى موجود والخبرات تبقى موجوده. سامع يا طب فكره مؤتمر ويمبلي يا باشمهندس معلش انا اسف الصوت بعيد. طب انا هلخص لك وجهه نظر الدكتور عمر في 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 سؤال محدد. هو ده اشبه بمعرض يعني الناس بتعرض رؤاها واللي ايه ممكن اللي انت ترجع بيه زياده؟ هل مجرد افكار ولا مجرد ولا هيكون علاقات بشركات منفذه وشركات مموله وشيء من هذا القبيل يعني؟ لا هو مش معرض يعني هو مؤتمر كبير وزي ما قلنا مقام في يمكن اكبر ملعب في العالم اللي هو ويمبلي وبيكون في ملتقى لانديه كبيره جدا. مين اللي بينظمه؟ مين اللي بينظمه يا باشمهندس؟ مين اللي بينظمه؟ شركه. هو طول ما اتحرك تابع لويمبلي يعني القائمين على لهيئه استاد ويمبلي. هيئه استاد ويمبلي هي اللي بترعاه. طيب ايه اللي موجود في جدول الاعمال تاني بجانب استاد الاهلي؟ ايه اللي موجود؟ لا يعني احنا الدعوه اللي جات لنا ما اعرفش انت عارضينها ولا لا انا مش شايف احنا عارضين الجدول الاعمال كاملا في كذا نادي عالمي بيعرض يا اما مشروع استاده زي اعتقد ايفرتون يمكن بيعرض الاستاد الجديد بتاعه في اكتر من نادي بيعرض ما بين استاد هيطوره يعني انت رايح تسوق والارسنال تسوق لا لا طب برين ستورمنج بيشوف احدث لا هو مش برين ستورمنج الدعوه نفسها موجود فيها برشلونه باريس سان جيرمان موجود تشيلسي الدعوه نفسها لو ينفع ارسنال هتلاقوا الانديه المذكوره مكتوبه حتى دعوه النادي الاهلي كنادي في قاره افريقيا ايوه وموجود الانديه العالميه الثانيه اللي مشاركه معاه في المؤتمر ده موجود كله يعني هي دعوه جت لكم ما هي بقول لحضرتك يا دعوه جايه لنا من شهر جديد لكن احنا عشان بس تبقى رؤيه واضحه احنا عندنا رؤيتنا الخاصه بينا اللي هتعرض في المجلس القادم المشروع ده من اي تو زد تمام لكن وجودنا في المؤتمر ده ان احنا تاني مش بنعمل برين ستورمنج ولا لسه هنفكر احنا هنعمل ايه ولا لسه هنشوف وهنستفيد انت تجاوزت المرحله دي احنا خلاص تجاوزناها من زمان عارفين احنا هنعمل ايه كويس قوي وعارفين هنبدا في الموضوع ازاي وهنطرحه ازاي احنا بنروج ليه بشكل عالمي بمعنى ايه؟ ان انا بحطه على الاجنده العالميه بدل مع احترامي ان انا اجي اروج له هنا واعمل مثلا مؤتمر صحفي هنا محتمل الاحترام يعني على النطاق المحلي او على النطاق الاعلامي المحلي او القاري انا بحطه حته ثانيه بحيث ان انا ابدا اروج له لشركات عالميه شركات مطلوب ثاني تبقى دي بدايته وطالعه منه يعني انت تقدر تستفيد منه انك انت تقدر تجيب تمويل وتقدر تجيب بمجرد ان انت اتحطيت في الكاتيجوري ده لا المساهمين يعني في الشركات انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دي قصص معينه دي ده هيوضح المجلس الصادر لكن انا تاني بحب ان انا اروج لمشروع زي ده يتحط في مطاف الاستادات والانديه العالميه المحليه او القاريه ده الهدف من وراء المؤتمر لكن مش هدف من وراء المؤتمر ان انا هرجع من المؤتمر هقول انا عرفت انا هبني الاستاد ازاي لا ان احنا عارفينها دي بجد انت رايح برؤيتك احنا رايحين برؤيتنا ان احنا بنحط الاهلي في المصاف ده الناس تتكلم طب انت دلوقتي اهم حاجه حاله من يا باشمهندس محمد اهم حاجه كانت محيره الناس كلها اما جت الرؤيه بتاعه الطرح اللي اتعمل في المؤتمر ايام الانتخابات المشروع كبير قوي ده كان المسألة ان احنا بندور على الارض التي تصلح لإقامة هذا المشروع احنا استقرينا على دي ولا لسه مستقرين عليها ان شاء الله خلاص دي خلصت انا بقول لحضرتك احنا انا بدأت كلامي قلت لك في رؤية هندسية طب رؤية مسموح انك تقول لنا على المكان ولا لسه لا ما اقدرش لان بقول لحضرتك انا الموضوع الهندسي او التسويقي او التمويلي اكتوبر التجمع في المجلس اللي جاي في المجلس القادم لكن كل ده محدد وتاني عشان الفكر بتاعنا مش معتمد على ان احنا على جهه محدده او على لا في اكثر من مصدر للتمويل احنا درسنا اكثر من 20 استاد على مستوى العالم درسنا اكثر من 6 طرق للتمويل اخترنا ما يناسبنا منها وان شاء الله يعني هتكون الاختيارات بتاعتنا دي مناسبه للسوق المصري مناسبه لطبيعه النادي الاهلي مبنيه على مقومات النادي الاهلي التاريخيه والجماهيريه
وقوته التسويه. فاحنا الحمد لله يعني عملنا دراسه شامله لكل حاجه وباذن الله ده هيكون المكسب. لكن تاني المؤتمر ملوش علاقه بده، مؤتمر احنا تتوقع امتى يا باشمهندس محمد ان اما ترجعوا تاخدوا القرار بلاش ان يبقى في مؤتمر للاعلان عن خطوات التنفيذ برضو الجدول بتاع لا سيبك بقى خلاص من المؤتمر، انا بتكلم انا عايز اطمن الجمهور احنا قربنا نطرح الموضوع ده. بقول لحضرتك التايم بلان مش مؤتمر، التايم بلان اللي هو الخاص بالمشروع نفسه ده موجود ضمن الرؤيه بتاعتنا، احنا محددين كل حاجه في الرؤيه اللي احنا هنطرحها بالمواعيد، امتى ان احنا نخلص الدراسات بتاعتنا، امتى نبدا، امتى نعلن، امتى نخلص الاستاد، كل ده يعني بقول لحضرتك الرؤيه بتاعتنا مستنيين فيها حاجه، فكل ده موجود فيها. لكن انا ما اقدرش اتكلم في تفاصيلها، انتوا فاهمين ده كويس مش هينفع اتكلم في تفاصيلها، لكن ده احنا بنطمن الناس ان احنا الحمد لله اشتغلنا باسس علميه مظبوطه، حطينا بلان استثماري برضه مظبوط، مش عشوائي يعني، او قلنا ان احنا هنعتمد على طريقه واحده وخلاص، لا درسنا اكثر من طريقه، عملنا مزيج ما بينهم، الموضوع مدروس بدقه ومساير ومطابق السوق المصري ويقابل التنفيذ، ده اللي اقدر اقوله. تمام. المهندس محمد صلاح هتعرض حضرتك في الجلسه الجايه لمجلس الاداره التصور الكامل مش كده؟ ان شاء الله. بعدها بقى نقدر طبعا من خلال الاستاذ شريف وائل المتحدث الرسمي والمركز الاعلامي للنادي احنا نعلن كل ده. عايز يسيب المتحدث الرسمي يقول. تمام. نشكرك جدا. السفر يوم كام يا باشمهندس؟ نعم السفر لويمبلي يوم كام؟ السفر هيبقى يوم 24 نوفمبر. المؤتمر من 25 ل 28 ان شاء الله. ل 28 كل التوفيق المهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره. ربنا يخليك، ويعني انا بس تمنياتي بقى مطيبه بالشفاء للاعبنا الجميل حمدي فتحي طبعا، يعني خبر سيء جدا وضايقنا. لا الف سلامه عليه، صحيح انقطع في غضروف ركبه حمدي فتحي. حاجه يا رب الشفاء العاجل يا رب، غضروف سهل هو يعني باذن الله ان شاء الله يعني اصابه. شكرا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره الغضروف. طبعا.